قال العسيلي فؤاده ضاق من ما حصل وضاق صدره ونار الحزن زاد اشتعاله. من يوم علم البلاء جاء ان جدي رحلنا للشهادة بفعل القدر واهل النذالة. القاتل النذل دي سوال نفسه بطل فعل جدي عبوه ناس فالاغتياله. قصيدة كلمات ابو محمد عمرو محمد العسيلي القات عزية بعد وفاة جدها المقبولة بإذن الله الشيخ أحمد مثنى الخراز من قرية حمر سادة. والشاعر عمر محمد العسيلي من أهالي مريس قرية غول الديمة بعنوان فراق الجد يلحنها فايز أبو شمس الكليبي ويعزفها أبو خيل عبد الفرحان ويقى حازية الفرحان مع ثيات تسهيلات الفايز دمع. والشكر لك يا كريم عود الحصى والرمالة يا من بكى العبد متوكل وفيك التكال أسألك اللطف والتوفيق يا ذو الجلالة ثم الصلاة للنبي ما كل طاير زجال على حبيبي رسول الله ضاها صدره ونار الحزن زاد اشتعاله. من يوم علم البلاء جاء اني جدي رحل نال الشهادة بفعل الغدر واهل النذالة. القاتل النذل ذي سوى لنفسه بطل فعل جدي عبوه ناس فهل اغتياله. سوى العبوة على الوادي وهو في الجبال ويحسب انه بطال يا لعن ابوها رجاله. هل فكر القاتل المجرم لماذا قتل ايش السبب يقتله وايش السبب لاغتياله. وكان بينه خلافة وشي يثير الجدل أولا هو الحقد في الغدار حاله وزاله. هل كان بينه خلافة وشي يثير الجدل أولا هو الحقد في الغدار حاله وزاله. لأن جدي هو اللي يضرب به مثال الشيخ أحمد مثالنا أجيد ما حد مثاله. يقطع ويفرع وبين الناس لا قد دخل له كلمته بينهم والكل يسمع مقاله. اسمع مقاله رجال مشهور كان يسعى لخير العمل ويصطر احكام داخل قريته بالعداله. وكان يحل المشاكل بينهم والشغال وكان ينفق على المحتاج من حر ماله.
كرمونا نشوفه من سعي أو بدل أسأل من الله ربي يحرمه من عياله ويجعله ربنا وسط المرض والعلل والخوف والفجر كي يصبح على الناس عاله النذل ذي ما اكتفى من فعلته ذي فعل سووا لخالي كمينا المجرمين الحثالة النذل ذي ما اكتفى من فعلته ذي فعل سووا لخالي كمينا المجرمين الحثالة حصل حرق حين خالي للماكينة نزل كمين لولا عناية ربنا ذو الجلالة ذي يشعل النار بايجعل لي يده شلول لا يحسب النعي فلت من عواقب فعله لازم مصيبه تصيبه قنص ولا زلال ومن زرع شكل غيره شوكه بات ناله والمنطقه شاهده عن ما جرى او حصل والكل ساكت وماشي كف صفق لحاله مدري هو الخوف صاب الناس او لا خجل او مقصده اني ما له دخل فيها ولا له واجب على المجتمع كله يشوفون حال ويوقفوا ضد اصحاب الفتن والضلاله اعزي الوالده في الامر هذا الجلال على فرق الذي قد شد عنا رحاله يا رب يغفر ذنوبه والخطا والزلال ودخله جنة الفردوس يا رب سلاه والخالة الغالية لها التعازي تصال ومرثية خاص يرسل هالبازي لاجل خالة خالي محمد رمز العز ذي بالعوال يا ربنا تحفظ الغالي وحقق مناله والختم صلي عدد ما